الاندونيسيين والماليزيين جنوب شرق اسيا. ضوضاء ضوضاء بالصبي قبل ما تخطب والشاب قبل ما يخطب، تفضل على الضوضاء. هل انت مؤهل لان تكون زوجة؟ دورات الزاميه ولا شيخ الزامي؟ هذا الصبي اللي شيخ الزامي من قبل المحاكم الشرعيه، ورجعنا طالبنا محاكمنا الشرعيه. الشيخ مسعود انت ما شاء الله يعني بتعرف الاخوه الاحباب القضاه جميعا اقترحنا عليهم، بس هي بدها ضغط منكم انتم الاحباب القياديين بفضل الله تعالى، اعضاء الكنيسه والقاده في المجتمع. يا حبذا لو كان الشيء الزامي، يعني بفضل الله تعالى في كفر كذا بنعمل، بس الشيء يعني تطوع لمن شاء يعني. زي دوله. لكن هناك اخي الحبيب الزام، الواجبات، الحقوق، كل شيء. انا بعد قليل ساصبح زوجه وساصبح اما في المستقبل. هل أصبح لأن أكون كذلك ولا لا؟ يوم بتشوف الشاب موصل جيل 33 و34 و35، يعني بحسابات بسيطة جدا، لو بده قطعة أرض، هذا بدي أحكي عن واحد بده يبني، بده يأسس نفسه، بده قطعة أرض 300 400 متر، بده يبني له 150 ل 120 متر يصدر حاله فيهم، قديش بده؟ 33 34 سنة. فلما بده يخطب بيجوا يقولوا له فلان الأم تشير عليها ولا الأخت، العمر 18 عاما. طب كيف؟ ما أنت ضعيف جيل، أنت ضعيف جيل. لما هي قاعدة بتحكي لك بشيء أنت بعيد عنه، وأنت بتحكي لها عن واقع هي بعيدة عنه، فوجدنا عدم وجود الكفاءة بين الأزواج، عدم وجود الكفاءة بين الأزواج. ضمن الكفاءة المفقودة وجدنا منهم من يبحث عن زوجة عاملة، هذا باب، هذا حالي باب كامل. زوجات العاملات احنا مش ضد دعم المرأة، حتى لا نفهم خطأ، ضمن الضوابط الشرعية. يعني هي معلمة وبدها تطلع وتعلم في النقب، وبدها تطلع للساعة 5 الصبح، وبدها ترجع الساعة 6:30 المغرب، وبدها عند أولاد، وبدها تودع الحضانة، ويلا سلام بدها تشوف أولادها، وعليها التزامات تجهز لها ثاني يوم، بتلاقي إنها قصرت ببيتها وبزوجها وبأولادها. هذا مشكلة. عشان ايه؟ عشان المعاش اللي بدها تجيبه. من هنا اللي بتجيب معاش اللي هو اعلى من مراتب زوجها، اعلى من معاش زوجها، كمان هذه مشكلة. ما بتحكي ولا بتقول له انا اللي بصرف على البيت. اخواني كل شيء بحكيه هو ملفات. هذا واقع حياة احنا عايشينه. موجود صحيح. بدك تعاملي زوجك لا بأس، ولكن على ألا يعتمد الزوج في الإنفاق على زوجته. أبداً. الرجال مقومون على النساء، ايش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا، بما انفقوا نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن، هذا على الزوج، هذا على الزوج. في ألمانيا الحياة الأسرية تكاد تكون بائسة، ليه؟ مناصفة، هو بيشتغل تشتغل بيجي بكل تعلم ايش قديش لنا ايجار مثلا 500 يورو، حط 250 هون، قديش لنا اكل بالشهر 600، حط 300 هون، هيك عايشين الجماعه. انا في اسلامنا لا، انا في اسلامنا حتى تكون القوامه، القوامه مش معناها اني انا اتزعل في بيتي، ومش معناها اني انا اصيح في بيتي، ومش معناها اني انا اغضب في بيتي، ومش معناها اني انا اهين زوجتي في بيتي لان انا قاعد بنفق عليها. فيش ولا مره في الدنيا سامحوني اللي هي بتموت من الجوع، ولا بتموت لانه مش لابسه مش مكسيه ولا مش عارف ايه. لا، لما انت جيت اخذت البنت على اساس انها زوجتك، فانكم استحللتم فروجهن بكلمه الله. قل لا اله الا الله. من اسباب الطلاق اولا تزايد الضغوطات والمسؤوليات. الله تعالى يقول ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ظلمنا انفسنا، احنا ظلمنا انفسنا. انا بحكي الان عن باكر كنموذج لاني عايش على كيف العرف، على الاقل اهل الشمال شوي الاعراف تختلف. ليش اهل الشمال؟ بين باكر وجدو زي ما هن من اسكات بعضهم البعض يختلف كل شيء. باكر وجد نوعا ما قراب على بعض، ولكن اذا ببعد عن جد بطلع على زيمر ثلاث دقائق في السياره بسرعه عاديه جدا. باقة وجهت المهر المؤجل، مؤجل ما أجل،
إما إلى طلاق أو وفاة، ولكنه حق عالق بذمة الزوج يحاسب عنه أمام الله. فكنت شنو المبلغ اللي بتحطه إنه هذا حبض على بدك وبس؟ إيه هو أنا باكي بدي أطلق، هو أنا باكي بدي أدفع، يتصل في أحد الإخوة، إيش قال لي؟ قال لي مؤجلها، قديش من زينها؟ 500 ليرة ذهب، 600,000 شيكل، 600,000 شيكل. لو بقول لي انا نقلت كل الاملاك، كان عنده دار مسجله والسياره مسجله باسمه وفتح محل تليفونات، نقلن كلياتن على اسماء اخوته اساس بده يباشر بالطلاق، على اساس انه لما يطلعوا لا سامحوني بتسالي بقى، على اساس انه ما يطلع لها شيء بحضر حاله منيح او بصير يدفع لها 50 شيكل ل 100 شيكل بالشهر. هذا ظلم وما ظلمناهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لما انا باجي بقول بنت باكة لازم تجهز حالها 100,000 و150,000 شيكل على حساب ابوها واخوتها والكل بيشتغل والكل بفضل والكل بيطلع شكات وبتزوج وبتضل 3-4 سنين وهم مخلفين وبعد بتسدد الشكات على اساس يقولوا بنت فلان اطلع وبنت فلان اطلع. يعني البنت هي اللي بتجهز. انا في المثلث البنت هي اللي بتجهز، الزوج بيعمل هيك، الزوج بعطينا البلاط، الزوج بعطينا الدهان والكهرباء وخلاص. هذا الذكاء. الزوج هي اللي بتجيب كل شيء. كل ممتاز يا عميد. كان مش حد يمك مع خلص الزوج من المثلث الله يسلم سلام. صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. فهي تكلف أهلها وتكلف نفسها فوق ما يطيقون وفوق ما تطيق. تزايد الضغوطات والمسؤوليات كمان إخواني بالله، إن الزوج بده يشغل الزوجي كما جديش. وإحنا كثير من حتى الإخوي يا إخوان سكرتيرات خاصة لدى محامين ولا لدى موظفين مش عارف إيه، هذا كلام حرام مش هيجوز، حرام. هذا الخلوة التي تكون كل حسب عنها مع الله، هذا خلوة. ده الباب ده قضية مسكر وما فيش جوا إلا المحامي والسكرتيري. واحد يقابلنا ويقول له يا عمي هذا حلال ويعطينا الدليل. ما خلى رجل بالضائع والشيطان ثالثه. قضايا كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا في هذا الباب. إنه فقدنا زوجي طبعا بتروح وكلي برتيم محققين خاصين، وجدنا إنه الأكل اللي بنجاب وكذا على رقم فيزا معين ولا هو باسم رب العمل. بصرف على البيت ولا بساعد في مجال كذا ولا عندها شك راجع راح سدد الأيام. واضح طبعا كل شيء بمقابل، كل شيء بمقابل. وجدت أخواني بالله قضية هي من أعجب القضايا التي يعني واجهتها. الدكتور في وادي عرب طبيب وحيد أهله، العمر 27 عاما، مدة الزواج أقل من 6 أشهر. حبيب شيخ مسعود الشاب وسيم جدا وما شاء الله عنه، ودكتور وحيد أهله وعنده قصر، قصر مش دار لبني، ما شاء الله تبارك الله. ليلة أن زفت إليه زوجته يهديها مفاتيح جيب. بضلش حكي. أقل من 6 أشهر زواج وإذ بالزوجة تخونه مع عجوز عمره 76 عام. نعم، ليه؟ كعلي مع الأخت الفاضلة، ليه؟ كسرت تبكي. ليه؟ كأبتها، طب ليه؟ وعد يعطيني 50,000 شيكل، الله أكبر. الله أكبر. إيش ليه صدق؟ ليه صدق معك؟ أنا بقول ما شاء الله في قصد وما حجيب وكل شيء كل شيء كل متطلبات الحياة الدنيا. ثانيا عدم النضج، عدم النضج يندرج تحت الاندفاعية. ما بحكي مع زوجته إلا كلمة الطلاق سابقة، ما بحكي مع زوجته ولا إيده سابقته، ما بحكي مع زوجته ولا يطلع على دار أبوه. طب يا هن أبوك وأمهاتنا الله يرحمهم ويحسن إليهم واللي طال الله يطول في عمره، كانوا عايشين في بيوت مسدودة والأكل متواضع يا شيخ مسعود. والحمد لله بفضل الله، بفضل الله كبر الرجال، بفضل الله تعالى الرجال معتمد عليهم،
نساء وامهاتنا ما شاء الله عنهم. طب ايش فيك عم تصير بهذه الاجيال اللي جاي؟ صار اللي يتحكم في البيت بين قوسين الايجو.